الأصيلة تتواصل الإثارة، تتواصل انطلاقاتنا الرئيسية هكذا وعلى بركة الله وحفظه. أعطيت أيها الحفل الكريم إشارة البداية والانطلاق حيث ابتدأت حفلنا الكريم هذه الأصايل في انطلاقتها الأولى مع الشوط الرئيسي. الشوط الأول شوط الشلفة الفضية مع انطلاقات هذا التحدي الحاضر للجذاع البكار المفتوح في تحدي من نوع خاص وفي مهمة خاصة أطلقت من خلالها هذه الشعارات كل ما تمتلك من أوراق رابحة أصيلة بحثا عن هذا الرمز في مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. أسماء قوية، يا لها من أسماء ويا لها أيضا من شعارات تحضر من أجل المزاحمة، من أجل المنازلة في يوم النزال ويوم المزاحمة. أبدأ مباشرة مع المركز الأول لأجد شعار أبناء السلطنة يحتل المركز الأول، يتسلطن هنا على مقدمة هذا الشوط. توزيع، تحتل المركز الأول، بدأت توزع طاقاتها وتنطلق مع الصدارة. توزيع إذن، سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق مع توزيع في المركز الأول. شخصية الآن تتحرك بشخصيتها، أبناء المملكة أيضا ينافسون وحاضرين من خلال شخصية. في المركز الثاني عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي يقدم لنا شخصية في شوط الشخصية القوية. أما المركز الثالث أتابع التسلل من الوجبة من انطلقت الآن وتتسلل إلى المركز الثالث. الوجبة إذن بقيادة الإمبراطور بخيت بن علي بن حمد بن قريع المري. أما المركز الرابع أجد المنصوري بدأ الآن يقدم لنا هذا الاسم العملاق، هذا الاسم الكبير. رودين الآن تحتل المركز الرابع، من نالت وحازت على القدر الأكبر من الترشيحات. الله الله، رودين الآن تغير إلى المركز الثالث. عبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري يدفع برودينا لتكون على منافسة قوية في هذا التحدي. أما المركز الخامس هنا غضى وممثل الخور الدام ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا غضى في هذا التحدي. هذه الأسماء الخمسة، الأسماء الأولى حيث الانطلاق، حيث التحدي، حيث توزيع. يا سلام الله، توزيع وتوني وتنويع أيضا يقدمه لنا أبناء السلطنة من خلال ما يمتلكون من أصائل ومن نوعيات مميزة. ها هي توزيع تحتل المركز الأول، ترسم الطريق نحو الشلفة الفضية في أقوى تحديات الجذاع البكار في الشوط الأول. الشوط المفتوح إذن توزيع، وسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي يتحمل مسؤولية قيادة هذا التحدي على الصدارة دائما. المركز الثاني تحتله رودينا لقيادة أيضا عبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري بقيادة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث أرى الوجبة من تنطلق في المركز الثالث بقيادة أيضا بخيت بن علي بن حمد بن قريع المري. أما المركز الرابع أجد هنا حفلنا الكريم اللي تحتل المركز الرابع وتنطلق شخصية لعبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي ما شاء الله. خامسا أجد هنا الانطلاق مع مدمنة للسيد عبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري من يدخل في هذا التحدي برودينا أيضا ومدمنة. هذه النتيجة، نداؤنا الثاني للخمسة المراكز الأولى. هناك أيضا أسماء لم يحن موعد دخولها وولوجها إلى الأرقام المذاعة. ما زال التوزيع تحتل المركز الأول، توزع طاقتها على أمتار هذا التحدي علما بأن المسافة التي خصصت لهذا التحدي هي 6 كيلومترات، مسافة رسمية لهذا السن، سن الجذاع. الله الله الله، تواصل إذن توزيع القيادة، تواصل أيضا هذا العطاء
كبير، عطاء لا حدود له، ما شاء الله تبارك الله. توزيع إذن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، يأتي شعاره إلى هذا الميدان من ميدان الأبيض من ولاية المضيبية. يا سلام، المركز الثاني يتقدم شعار الغربية القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مرحبا بالضيوف الأعزاء، مرحبا بإخواننا، فرحتنا تزداد بحضوركم هنا رودينا. يا سلام، الله الله، هذه العملاقة التي بدأت الآن تحاكي الصدارة، بدأت الآن في خطب ود المقدمة. رودينا في المركز الثاني، هنا تتحرك عبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري. تأتي رودينا أيضا بالسجل ناصع البياض بالخبرة الكبيرة التي ما تكون دائما مع هذا الشعار، شعار المنصوري. أما المركز الثالث، أتابع الوجبة تحت الثالث، المراكز وتنطلق بخيت بن علي بن حمد المري. أما المركز الرابع أشاهد شخصية عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي، ولكن تسللت نوف وتدخلت نوف الآن، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. يا سلام، الله، كيل وين متر تفصلنا عن ختام هذا التحدي في ميدان التحدي شوط الشلفة. يا سلام، الله، توزيع ورودينا، معركة ثنائية، معركة قوية، معركة استثنائية. هذه الأصايل تواصل استعراضها الأصيل هنا على أرضية ميدان الشحانية. توزيع المركز الأول، ما زالت صامدة، ما زالت تقف أمام طموحات رودينا، أمام وجهها. يا سلام، ولكن رودينا تريد الآن كشف النقاب عن مستواها الكبير، عن مستواها الدفين. هذه رودينا تنافس توزيع، توزيع التي تحتل المركز الأول صامدة وصاملة، ما شاء الله. توزيع إذن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، رودينا في مركز الوصافة، عبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري المركز الثالث. الوجبة أيضا تتحرك برصيدها أيضا الكبير جدا، ثلاثة سيارات في الرصيد. ولكن أعود إلى رودينا، غيرت رودينا، انطلقت على المركز الأول لتكون بالفعل على رأس الحربة، على رأس حربة هذا التحدي. رودينا، رودينا، توزيع الآن عادت من جديد لتطحن المعركة مجددا في شوط الشلفة، في شوط التحدي الأخير، شوط الشلفة، شوط التحدي. المركز الثالث أيضا تتقدم الوجبة، وصل بن قريع، يأتي الإمبراطور بالطموحات الكبيرة مع الوجبة بخيت بن علي بن حمد المري. وفي المركز الرابع أيضا يأتي التحرك مع انتباه هادي بن سعيد بن ناصر المنصوري، وأيضا الخيارين بدأ الآن يقدم لنا الظبي فهد بن محمد بن فهد الخيارين. عودة إلى رودينا، إلى توزيع، إلى الوجبة، ثلاثة أسماء تنافس على الشلفة، الشلفة الفضية. يا سلام، رودينا، رودينا مع الشلفة، توزيع مع الشلفة، الوجبة مع الشلفة. لم يتحدد المسار، لم يحسم المصير، توزيع عادت من جديد. الوهيبي وزع الطاقة، وزع الطاقة توزيعا ناجحا مع توزيع. وزع يا الوهيبي، وزع، وزع يا الوهيبي، وزع. يا سلام، الله، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع توزيع بقيادة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. أبناء السلطنة يقتربون من الشلفة بعد أن وزعوا الجهد كيف ما يرونه مناسبا، بعد أن قادوا توزيع إلى الشلفة. سلام الوهيبي، سلام، سلام راعي العريجة، سلام محمد بن محمد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز. الشوط مع الشلفة، سلام سلطاني لكم أبناء ولاية المضيبي. المركز الثاني جاءت في رودينا لعبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري. المركز الثالث ايضا مدمنه لعبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري. المركز الرابع الوجبه لبخيت بن علي بن حمد المري. المركز الخامس الظبي للسيد فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. مشاهدينا الكرام، توزيع إذن شاهدنا من خلالها قوة كبيرة وتنويعا في الأداء.
التوزيع والتنويع في الركض وفي المستوى الكبير، حيث وزع الوهيبي هذه الطاقات بحرفية كبيرة جدا وبخبرة ترجمتها لنا قوة هذا الشعار في مشاركاته في مختلف الميادين. لما لا، وهو شعار كيف من توجت بسيف سيد الأمير الغالي يحفظه الله في العام الماضي. ها هي توزيع تنجح إذن في خطف الشلفة الفضية بتوقيت مقداره 9:21، 11 جزءا من الثانية. سلام راعي العريجة، سلام ومشكور سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الانتصار. المركز الثاني كان من نصيب رودينا وتوقيتها 9:23، 30 جزءا من الثانية. والمركز الثالث جاد في مدمنة بتوقيت مقداره 9:23، 52 جزءا من الثانية. تهانينا لعبد الله بن شليويح بن مطر بن سيف المنصوري الذي نال شعاره المركزين الثاني والثالث في هذا الشوط الرئيسي.